جينا من أجل تقديم مقترحات اللي عدتها الهيئة الوطنية اللي كتعلق أساسا في ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول هو كل ما يتعلق بتدبير المالية المشتركة ما بين الزوجين. المقترح الثاني هو ما يتعلق بحماية القاصر بشكل عام. والمقتضى الثالث هو عملية إشهار هاد الحالات الاستثنائية اللي ممكن يكون عندها تأثير على الذمة المالية للأسرة، سواء الزوج الزوجة أو الأطفال بنات وأولاد. إذن بالنسبة لتدبير النقطة الأولى، تدبير المالية المشتركة ما بين الزوجين، أن المادة 49 كتنص بأن بالنسبة للزوجين ممكن أنهم يديروا عقد ملحق للعقد الأصلي اللي من خلاله كيختاروا نظام تدبير المشترك للأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية. هذا المقتضى كيبقى كيفاش جاء أنه فضفاض وما واضحش، وما والصعيب أنه الإنسان وعقد أثناء حفل الزواج كيتم إبرام ديال عقد الزواج، واش غادي تجي ديك الساعة وغادي تقول للمرأة واش بغيتي تقسمي الأملاك اللي غادي يجيو مع الرجل، في حين أنه هو مقتضى يجب أن يتم التنصيص عليه صراحة أثناء في عقد الزواج، وبعد ذلك يختار الزوجين نظام الزواج عبر عقد رسمي الذي يحدد أشنو المصير ديال الأموال المكتسبة، النصيب ديال كل واحد، مفهوم الكد والسعاية والتقويم ديالهم بالنسبة للمساهمة ديال كل واحد من الزوجين في نجاح ديال الأسرة. بالنسبة للشق الثاني لما يتعلق بحماية حقوق القاصر، أنه كاين مجموعة المعاملات، نعطيك باغ اكزومبل دابا اليوم كتبغي تشري واحد الدار لولدك، أنه إلا بغيتي تشري عبر قرض بنكي ما من حقك باش تشري إلا خديتي إذن ديال قاضي القاصرين، في حين أنه هذا إطراء للقاصر لا يتعارض مع المصلحة مصالح ديال الأطراف. تالي توجه كاين توجه اللي هو إيجابي اللي كيعطي الإذن، كاين توجه اللي كيرفض الإذن نظرا للتأويل، لأنه كتخلق رهون على مالية القاصر، وبالتالي أنه كيتم حرمان ديال هذا القاصر من أنه يشري ليه الأب ديالو الدار. دونك هذا مقتضيات اللي خاصها توضح واللي فيها مصلحة ديال القاصر، أي حاجة اللي فيها مصلحة القاصر يجب أن توضح. كاين بالنسبة للبيع ديال أموال القاصر، دونك كاين مقتضى اللي ولات في كل ما يتعلق بالبيوعات والتصرف أموال التصرفات في أموال القاصر بشكل عام في حدود 200,000 درهم يجب طلب أو لا فتح بالأحرى فتح ملف النيابة الشرعية. هذا ملف النيابة الشرعية فتحتيه ما فتحتيش، ما كاين مقتضيات، ما كاينش ترتيبات جزائية في حالة الإخلال بهذا المقتضى. ممكن انه الناس تلتجئ لبعض الحيل انه ينقصوا الثمن ديال العقار باش يكون دائما نقص في الحدود ديال 2,000 درهم، الشيء اللي ممكن يفوت اطراء للقاصر، وايضا تهرب من المقتضيات القانونيه اللي فيها فتح ملف النيابه ووضع هذا القاصر تحت حمايه القضاء. دونك هذا الحل ديالو هو انه خصو يدير لانفونتير، يدير الجرد ديال الممتلكات والتقويم ديالها. الشق الثالث هو اشهار ديال الوضعيه ديال هاد المتعاقدين في حاله فقدان الاهليه، اشهار عقد زواج، اشهار ديال واش هاد الزوجين مزوجين في اطار تدبير الاموال المشتركه، باش الوقت اللي كيمشيو عند الموثق تيعرف ممكن يعرف بانه راه كاين نظام تدبير مشترك، وبالتالي خصو يتخذ بعين الاعتبار حضور الزوجين من عدم حضورهم. دونك كاين اشهار ديال هاد المعامل ديال هاد الوضع ديال المتعاقدين في دي روجيستر الكترونيك، اللي حنا كنقترحوا انه الاحداث ديالهم سيكون له فضل كبير على احقاق الامن التعاقدي وحمايه الاسره سواء اب ام او الاطفال.